السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نعرب عن سعادتنا بالانتهاء من مشروع حيوي في إمارة عجمان، وفيما يخص ربط الأسماء التجارية بين المنطقة الحرة والتنمية الاقتصادية. حقيقة يقع هذا المشروع ضمن اهتمامات القيادة الرشيدة بتطوير خدمات بين الجهتين، والأمر الذي يساهم في تطوير وتحديث القطاع الاستثماري والاقتصادي في الإمارة هو مشروع ربط الأسماء التجارية. كما يسعى المشروع حماية المستثمرين من خلال توفير آلية موحدة بين الجهتين للبحث والاستعلام عن الأسماء التجارية المتاحة على مستوى الإمارة، وتطوير تصنيف الأنشطة حسب تصنيفات الآيزك فور العالمية. كما وأن الربط الإلكتروني يسهم ويساهم في سرعة ودقة الخدمات المشتركة بين الجهتين، ويعود أثره على المستوى الثقة والمصداقية في المناخ الاستثماري والاقتصادي في الإمارة.